to the DT show. It's me, Dania, and Tala, and Duda. And let's have a video today. Ulo, it's starting to show for. Stay tuned and watch this video. So, parang yami, alam ba dahil wa shabit? Ito, mama, jit lena, three kinds of noodles. ونحنا لازم يعني نجربه ونكون حلو او لا لازم يكون في لبن او مويه لو حار صولتي كده يعني حتى لو عجبكم يعني رأينا وكده انتوا كمان ممكن تروحوا تاكلوه وتشتروه وتجربوه كمان حيكون حلو ان شاء الله يلا نبدا انا مبسوطه شديد يعني انا ما منتظره الفيديو ده يعني نعمله دار أذوق النودلز كل مرة بشوفه كده بس في المينا كده بس بقول خلينا نجربه وقلت ما دار أجربه براي دار أجربه معكم فأنا مبسوطة شديد ترى مبسوطة؟ أي بس يعني لو كان سبايسي أنا ما هجربه أبدا أوكي النودلز الأول حيكون التشيز ممكن يكون ده حق التشيز حسيت نجربه بس هوزع الحاجات ما في حار I want the لا ما حار تذكرت الفيديو حق الفاتر جبنة حلو وكمان لو ما شفتوا الفيديو حقنا حق الهات نودل تشالنج بليز امشوا شوفوا لان احنا تعبنا فيه ولو الخشمة ولا قرب حرقنا طيب يلا كل لايك ليش نودل نورا بدأت نورا بس ما عندها لانه بس عندها عادي What is that? ده حق تشيز. Oh my god. ريحته زي تشيتوز. بلاع. ريحته غريبة. أنا It's disgusting. دي خلينا نعمل بس بسيطه. تعال كده ابدأي. No I don't want you. ابدأي لا It's so hot. See? مولع. Smells disgusting. طيب لما نبرد شوية كده هقوم لعب. اوكي يلا بسم الله بسم الله But why do you like this? Is it nice? Is it nice, Dania? فيه طعم جبنة؟ ما here you can try. نورا كيف؟ نورا حلو؟ اوكي عجب دانيا وعجب خلا هو عجبني وعجب نورا لا اكشن نورا ما قاعد تاخذ فيهم بس عجبني نورا بتاكل في نودلز عادي عجبني شديد بس يعني ما الدليل لي بديه 8 من 10 اوكي بعد بتحسوه كده تشيزي ترى بتديه كم؟ ريحته شينة يعني disgusting وطعمه عفن فبديه 0 from 10 بديه 0 from 10 أو 1 ما بعرف Let's get to it نمشي للبعض نورا حاسة مبسوطة بتاكل النودلز الثاني حيكون ده طبعا شكله يعني تفتكروا ليه لونه بينك وفيه قلوب ليه ترى ما اعرف والله انا بحب البينك يمكن عشان حار او يعني ما اعرف للجيرليز وكذا ممكن بويز ياكلوه كمان شكله حار في ماما بتاعته عملت كده بجد حار بس انا ما اعرف لو حار ولا لا وحتى هو حار لانه مخطوط فيه زي سبايسي كذا زي فاير مخطوط كمان جبت شويه جبنه وزي في بهارات جبنه ثاني توم وحاجات كذا وفي قلوب ده حلو فيلا ليتس جيت تو ات Oh my god! ريحته حلوة! Oh cool! ريحته حلوة! Yes! هو شكل النودلز أصلاً كده. نحن بناكل بالشوبستيكس. من علمنا زول يعني our cousin اللي هو ميان. A big shout out to you! بنحبك شديد ومشتاقين لك إن شاء الله نلاقيكم. Let's get to it. I don't know if it tastes good.
Mom said, yeah. I'm gonna teach you how to. There's two. You put you hold it like this and put one of the brother right here, brother finger. Then you put this here and then mommy finger, you press it here. And then, about that, هتاكلوا وتمسكوا ده كويس كده وبس ده بس try to يعني امسكوا كويس. طيب تعالي يلا ناكل عشان جعانه. اوكي معاك بابا يلا بسم الله. You try it first. مع بعض. No, it's my cup. Oh. Okay, ابتدي كم يا دانيا؟ دانيا بعد تعال الهربات عشان التدريب. تجيب موية وين الموضوع؟ أنا عجبني يعني كصراحة بديه نعين لها بس الحد المحلو إنه حار. وكان مدلل الشطة شوية بس طاعم عجيب يعني بحس فيه تشيكن so spicy guys I can't believe that oh my god I can't believe that ده بدو كم بديه هو يعني هو طاعم شديد حار موت كم من عشرة هو حلو بس حار فديه زي 8 أو 7 بس ما للدرجة دي يعني ما حار خالص كده زي شوية ما حار نودلز ده فيه تشيز كده ف let's get to it to the other one. Just let me eat the other one. الثاني هناكله ماما قالت انه حيكون بارد فحب ارد لين خشمه. Here بنكهة النجاح ولا يعني يعني اندومي. اندومي النجاح. يلا. لا لا. طبعا ده كلنا بناكله بنحبه. بس نورة كده؟ حلو؟ اه بيحرق اللسان عشان كنا حاجة حارة بعدين معاه دم نورة مالك يا نورة؟ مش نورة؟ أنا كصراحة يعني بديه 10 من 10 لأنه كصراحة بناكله كل مرة ويعني عادي لينا فكويس بس المشكلة أكلنا حار معودة فجانا لا دار طالع من النار أنا بدي 10 من 10 طبعا لأنه بناكله يعني ده يعني نورا تديو كم قولي 10 تديو 10 قولي 10 أوكي طبعا يا جماعة لو انتوا دارين انا نعمل part 2 بس يعني نكهات تانية غريبة يعني في كمان من نكهات الاندومي ديل ذاتهم بس بنكهات تانية مثلا واحدة بالليمون سبايسي ايوه كده فيلا باي جايز make sure to like share and subscribe and make sure to follow our instagram وما ننسى انه a big shout out to مريم خالد عشان هي بتعمل لنا كل مرة لايك على الفيديو هاي مريم watch this video and yeah مشتاقين لك شديد يلا باي